مفيش حاجة، ما أنا بس افتكرت الست واحدة أعرفها فسلمت عليها. أبقى أفكر كويس قبل ما ترمي الميسة والسلام يا فندم. أنا دكتور، وأنا افتكرت الست دي واحدة من العيانين بتوعي وشاورت لها بس. حاضر حاضر، حقك عليا، متأسف جدا. في إيه يا معلم هاشم؟ لا مفيش، أبقى فاهم بسلامته، ياخد ماله من اللي بيعمله لأن بيقعد في مطارع محترمة. يا عمي خلاص، قلت لك حقك عليا، أنا متأسف جدا والله، مش أي يعني، مش محتاجة للبلد. حقك عليا يا معلم هاشم، الدكتور عصام من زباينا القدام الحلوين، هو أكيد ما يقصدش. طبعا ما اقصدش. طبعا طبعا. انت دكتور؟ ايوه. طيب يا دكتور، ادي ديتك يا دكتور. ايه بس؟ هقطع رقبتك. بس صلي على النبي، مش كده؟ الله الله. واروح فيك انت؟ لا، روح لحالك. ايه العالم دي اللي غاويه شكل دي؟ ايه ده؟ معلش يا دكتور عصام، هم المعلمين دمهم حامي كده. معلمين؟ ومين اللي معايا دي؟ دي المعلمه زهر، تاجره مواشي. تاجره مواشي برضه؟ أيوة. انا ما عملتش حاجه والله، انا افتكرتها واحده من العيالين بتوعي وسلمت خلاص واتصلت له يعني. ماشي مواشي يعني. طب انا ما ماشي بقى. ماشي، حقك عليا يا دكتور. حسابي كام؟ 19. خلي بقى عشان دي اوت. معقوله؟ طب وبعدين حصل ايه؟ بصيت لقيت لك المعلم الكبير ده قايم وجاي يتهاجم عليا، يتحرش بيا، وانا عمال اعتذر له، اقول له متاسف وحقك عليا، وهو ابدا مفيش. هو فين وفين لما سابني اروح سليم وانا بقى يعني خلصان على الاخر. معقول الست دي شبهي قوي كده؟ ما عندكيش فكره بالملي يعني، يمكن طبعا طريقه اللبس والشعر مختلف، لكن بالملي انت ياه. يخلق من الشبه 40. المهم طمنيني، عاملين ايه في العلاج بتاعنا؟ لا الحمد لله كويسه، بس الكوابيس لسه يا دكتور، يعني مش كتير باستمرار زي الاول، بس برضو بتجيلي. يا ستي احنا فين وكنا فين؟ احنا في اول العلاج، ومع ذلك انا شايف ان في تقدم. طب والصداع لسه زي ما هو؟ انت بتاخدي كل الادويه اللي كتبتها لك بانتظام؟ اه طبعا كل الادويه، بس في دواء منهم يا دكتور بيتعبني قوي لما باخده، بحس ان جسمي مكسر ومهدوده كده. انه واحد ده؟ مش فاكره اسمه ايه. روشيتا معاكي؟ اظن معايا روشيتا، اشوف بس في شنطتي. وبعدين؟ لا طبعا شنطة حريمي، لازم جرابي حالي. معلش بقى. لا بعدين اضطر ان انا افضي الشنطة كلها. اهي لقيتها. ايه الحلقة ده؟ معرفش. ده بتاعك؟ امال هكون سرقاه؟ هو الدواء ده اللي انا بقولك عليه. انت اخر مره لبست الحلقه ده امتى، فاكره؟ لا مش فاكره. ثم انا ما اظنش ان انا لبست الحلقه ده خالص، ده مش ذوقي. طب مش ذوقك وما بتلبسيهوش حاطاه في شنطتك ليه؟ لا ما تدقش، ما انت ممكن تلاقي في شنطتي حاجات كتيره قوي، انا شخصيا بلاقي فيها حاجات ما ببقاش عارفه جت ازاي وامتى ومنين. وبعدين هقول لك حاجه، بيتهيألي دي عينه من الاكسسوارات اللي انا بجيبها للمحل. مدام نيفين، دي مش عينه وده مش اكسسوار، ده ذهب. انت بتبيعي ذهب في البوتيك بتاعك؟ لا. ثم انت مهتم قوي بالحلقه ده ليه؟ عشان ده نفس الحلقه اللي كانت لابساها المعلمه زهره من يومين في المطعم. المعلمه زهره مين؟ الست اللي افتكرتها انت، اللي شبهك تمام، اللي كنت بحكي لك حكايتها دلوقتي. يعني ايه الكلام ده؟ انا اللي بسالك. سالني عن ايه؟ انا مش فاهمه. ما هو لما يكون المعلمه زهره دي شبهك بالظبط، ومن يومين كانت لابسه حاجه معاكي انت هنا دلوقتي، يبقى انتوا الاثنين شخصيه واحده، او بمعنى علمي ادق، انتوا شخصيتين في انسانه واحده. انت عايز تفهمني ان انا عندي ازدواج في الشخصيه؟ ده اللي انا برجحه بدرجه كبيره يعني، بس عموما جلسات العلاج هي اللي هتاكد لنا وتبين لنا وتوضح لنا اكتر واكتر. جلسات ايه وعلاج ايه يا دكتور؟ حضرتك كبرت الموضوع اكتر من اللازم، المساله كلها شويه كوابيس بتجيلي زي ما بيحصل لكل الناس، لكن كونك تطلعني مجنونه فده شيء غريب جدا. انا ما قلتش انك مجنونه. مش بتقول ان عندي ازدواج في الشخصيه؟ دي حاجه ودي حاجه، الجنان حاجه والمرض اللي عند حضرتك حاجه تانية خالص. انا ما عنديش حاجه من اللي انت بتقول عليها دي خالص. طب وتفسري بايه اللي حصل في المطعم من يومين؟ يا سلام، عشان لقيت واحده لابسه حلق زي اللي معايا تقوم تطلعني عندي ازدواج في الشخصيه؟ ده حلق في مليون زيه.
طب وانتي؟ انتي كمان في مليون زيك؟ وليه لا؟ ياما ناس بيكونوا شبه بعض، وبعدين انت ما شفتنيش غير مرة واحدة بس، يعني ممكن يكون اختلط عليك الأمر لما شفت واحدة بتشبه لي. على كل حال أنا بقول لحضرتك دي كلها مجرد احتمالات، العلاج هو اللي هيحدد إذا كان تشخيصي سليم ولا لا. مدام نيفين، أنا مش حاوي ولا ساحر، أنا دكتور، وبما إني دكتور لازم أحط كل الاحتمالات قدامي في أي حالة بعالجها. بس أنا كنت جاية لحضرتك عشان تعالجني مش تجرب فيا. يا مدام نيفين، يا دكتور عصام، الظاهر إن أنا غلطت لما فكرت أروح لدكتور نفساني، واتضح لي دلوقتي إن الناس عندها حق في اللي بيقولوه عليكم. إيه بقى اللي الناس بيقولوه علينا؟ يعني إن الواحد بيجيلكوا بيشتكي من شوية صداع تطلعوه مجنون وعقله مفوت كده. مدام نيفين، واضح إن إحنا مش هنكمل مع بعض. العلاج النفسي أساسه ثقة المريض في اللي ممكن يقوله له الدكتور بتاعه، واضح إن ده مش متوفر بينا. ف طبعا عشان انا عارفه نفسي كويس قوي، عارفه ان انا سليمه، ان لسه مخي ما فوتش عن اذنك. استني عندك لحظه واحده. في ايه؟ فندم يا دكتور. رغالي. ايوه يا فندم. شوف الفايل بتاع مدام نيفين وشوف كل الفلوس اللي دفعتها رجعها لها. حاضر يا فندم. اتفضلي يا فندم. مع السلامة يا نيفين. معقولة يكونوا الناس بيقولوا علينا احنا اللي بنجننهم؟ صباح الخير يا ست الستات. مالك مستغربة ليه؟ ما كنتيش منتظرة تشوفيني تاني ولا ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت عايز مني ايه؟ انت عارفة انا عايز ايه كويس قوي. مفيش داعي للف والدوران ده، احسن لك. اسمع، لو ما مشيتش بالذوق انا هطلب لك البوليس. ملوش داعي الشوشرة. ايه لزومها الشوشرة؟ اديني الحاجات اللي تخصني اللي عندك وانا امشي على طول. انت مالكش عندي حاجة، معرفش انت بتتكلم على ايه. بقولك ايه، ادي الحاجات اللي عندك احسن لك، والا مفيش داعي. مرمت يا سعاد، مين؟ راجل اللي كان لابس جلابيه بلدي وعبايه. محدش دخل هنا لابس كده، وبعدين كمان
سمعنا صوتك طلعنا جاي على طول. وبعدين واخد على ايه ما شفناش حد نازل؟ يعني هيكون راح فين يا مدام؟ يعني ايه؟ يعني ايه انا بكذب؟ انا مجنونه ولا ايه؟ انا اسفه يا مدام انا ما اقصدش، بس اصل يعني خلاص خلاص انزلوا تحت شوفوا الناس. اجيب حضرتك كوبايه ليمون. مش عايزه حاجه، مش عايزه حاجه، تنزلوا. الشاي يا دكتور. حط خدمة تانية يا دكتور. لا شكرا، روح انت يا فندم. استنى مع حضرتك شوية، يمكن جايز تحتاج مني حاجة. مش عيد ميلاد بنتك النهاردة؟ أيوة يا فندم. خد يا سيدي. لا كل سنة. شكرا يا دكتور. مع السلامة. السلام عليكم. اقفل الباب وراك. حاضر.